المهم، السلام عليكم. تحياتي للإخوان والأخوات من مدينة المضياق. كنحيي كل الإخوان والأخوات اللي كيشاهدونا عبر العالم الأزرق. أولا تحياتي لكل حر، تحياتي لكل حرة. مع الأب ديال الشاب بلال أهباد بغى يشارك معنا. مرحبا صراحة سي رشيد، نهار كبير يعني إذا شارك معنا في هذا المباشر هذا. نتمنى من الله أن السي رشيد يعني يقبل يعني الاتصال لأنه دار الإضافة. المهم السي رشيد جاري الإضافة ديالو، نتمنى من الله أنه يقبل يعني قلت انه السي رشيد اهباد يعني عبر على الرغبه ديالو في المشاركه في هذا المباشر هذا. مرحبا السي رشيد، نتمنى من الله بالشفاء العاجل يعني للزوجه ديالك، ونتمنى من الله ان هذا الاسبوع هذا نسمعوا شي خبار ديال الخير من خلال اطلاق سراح كافه المعتقلين ديال الحراك ديال الريف، كذلك من خلال تحياتي للاخ عبد الوافي كذلك. السي رشيد دايرين جاري الإضافة، نتمنى من الله أنك يعني تقبل يعني تقبل الدعوة ويعني وتشارك معنا، لأن المشاركة ديال يعني الأسر ديال المعتقلين كتهمنا على أساس أننا كنعتبروا المختطفين هما أسر ديالنا، وكنعتبروا أن نشطاء ديال الحراك ديال الريف هما إخوان ديالنا، كذلك كنعتبروهم أنهم. تحياتي للأخ دريس، ربي يحفظك، الله ينورك. كيتواجد معنا الاخوه والاخوات، كذلك الاخ ديال ناصر الزافي اللي يطلق سراحه الزفزافي من داخل مدينه المضياق. اخوان والاخوات، اقول اننا يوميا كنديروا المباشر فقط يعني من اجل التواصل، كذلك من اجل كما كنقول دائما الافاده والاستفاده، كذلك من اجل كما كنقول دائما وهو اننا يعني نعبر على مجموعه ديال المواقف ديالنا، من بينها اننا نرفض المقاربه الامنيه التي نهجتها الدولة المغربية في حق منطقة ديال الريف، وكذلك في حق مدينة ديال جرادة. ونعتبر أن يعني النشطاء ديال الحراك ديال الريف، ولا النشطاء ديال جرادة، ولا النشطاء كذلك ديال زاكورة، هادو خيرة شباب ديال المغرب، يعني خصهم يكونوا في الحرية، ما يكونوش في السجون ديال الذل والعار. من داخل مدينة المضياق نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ديال الريف، كذلك المعتقلين ديال جرادة، المعتقلين ديال زاكورة، ونقول يعني المقاربة الأمنية التي نهجتها
الدولة يعني في الريف جرادة زاغورا هي مقاربة فاشلة. تحياتي، يعني كنستنى غير السيد يعني غادي يعطي مداخلة ويمكن لي نتكلم من داخل مدينة المضياق. عاش الريف، عاش جرادة، عاش الشعب المغربي الحر، ولا عاش منخاه. دائما المباشرات ديالنا تدخل في إطار الحرية ديال المعتقل والحرية ديال الوطن، لأننا دائما نربط الحرية ديال المعتقل بالحرية ديال الوطن. الإخوة والأخوات، نحن مع المقاطعة وكذلك ضد الاعتقال السياسي، لأننا نعتبر أن الاعتقال السياسي هو قضية إنسانية، قضية وطنية، وكذلك قضية طبقية. ما يمكنناش نتكلم على المقاطعة بدون الحديث الإخوة والأخوات على المعتقلين ديالنا اللي كاينين في السجون ديال الذل والعار. من هذا المنبر صراحة أطلق سراح ناصر الزافي، أطلق سراح محمد جلول، أطلق سراح نبيل أحمجيق، الحنودي، المجاوي. كذلك من هذا المنبر نحمل المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في الشخص، يعني يعني كنتكلم هنا جميع الأجهزة ديال الدولة، يعني في الشخص يعني الشاب اللي هو عبد، اللي كنتكلم هنا على ربيع الأبلق. الإخوان والأخوات، ما تنساوش أنه كاين داخل السجن ديال عكاشة كاين ناشط من منطقة ديال الريف داخل في إضراب عن الطعام، سماه إضراب لا عودة أو الإضراب ديال الشهادة، وسماه إما الشهادة أو الحرية أو المحاكمة العادلة. تحياتي، ربي يحفظك. الإخوان اللي كيقولوا عاش الشعب الحر أينما كان، ولا وعاش الريف، ولا عاش من خان. الإخوان والأخوات، يعني نحن نعيش يعني المرحلة الأخيرة، يعني الفترة ديال توزيع ديال الأحكام على النشطاء ديال الحراك ديال الريف، عوض أنه تكون الوحدة يكون صراحة. تحياتي، ربي يحفظك. قلت انه عوض انه يكون الوحده ويكون التضامن ويكون التآزر، ما خصناش ندخلوا في التفرقه، ما خصناش ندخلوا في اللغه ديال التخوين، لان اللغه ديال التخوين الاخوه والاخوات هي اللغه ممخزنه، اللغه ديال الجبناء. وكما قال الاستاذ محمد جلول، قال بالوضوح: من يخون يخون نفسه، يخون المنطقه ديال الريف، يخون الوطن، ويخون الله عز وجل. اشكال مطروح وهو ان التخوين صراحه هو اللغه اللي هي مرفوضه، وانسان باش غادي يعني يواجه التخوين وباش غادي انه يحارب التخوين هو بالمصداقيه والاستمراريه والثبوت على الموقف. لان نحن الاخوه والاخوات ما كنناقشوش يعني النضال، ما كنناقشوش يعني ذاك المفهوم ديال النضال، وإنما نناقش الواجب. الواجب يقتضي أننا نبقى يعني صامدين، نبقى مستمرين من أجل المطالبة بالحرية ديال المعتقل، لأن المعتقل الإخوة والأخوات لم يخرج من أجل مطالب شخصية، لم يخرج كذلك من أجل مطالب ذاتية، بل خرج من أجل المطالب اللي هي كنتكلموا مطالب اللي هي عادلة ومشروعة. نتكلم هنا على ماشي المطالب، وإنما هي كما قال الأخ، الشعار ديالنا الخالد هو الله الله الوطن الشعب، هذا هو شعارنا. تحياتي، ربي يحفظكم، الله ينوركم. من داخل مدينة المضياق أقول أنه الشباب ديالنا ديال المنطقة ديال الريف خرجوا فقط من أجل مستشفى ديال السرطان، خرجوا كذلك من أجل الجامعة، خرجوا من أجل التنمية ديال المنطقة ديال الريف، كذلك من أجل رفع العسكرة. الإشكال المطروح أن هذه المطالب ليست مطالب خبزية الإخوة والأخوات، هذه بالعكس هذه مطالب سياسية، مطالب اجتماعية، ثقافية، حقوقية. الناس اللي كيتكلموا على يعني أن الحراك ديال الريف حراك خبزي، ما يمكنناش يعني نتكلموا على الحراك ديال الريف حراك خبزي، بالعكس أنه حراك مبارك، حراك مقدس، يعني أحرج الدولة المغربية من خلال أنها يعني فشلت يعني في المقاربة. عندما نتكلم على المقاربة الأمنية، المقاربة الأمنية تنهجها الدول اللاديمقراطية، الدول اللاديمقراطية في غياب يعني المقاربة التشاركية، في غياب كذلك المقاربة الاجتماعية تنهج يعني المقاربة الأمنية اللي كنتكلموا، هي ماشي مقاربة أمنية وإنما هي مقاربة قمعية. لأن الإنسان يعني مي كنتكلموا حنايا، الإنسان اللي كيفشل يعني أنه يحل يوجد واحد مجموعة ديال الحلول
يحولوا البدائل يلجأ إلى العنف. كذلك الدولة المغربية عندما يعني فشلت يعني في أنها توجد واحد مجموعة ديال الحلول واحد مجموعة ديال البدائل، لا جرادة ولا في الريف ولا في زاكورة، لجأت إلى المقاربة الأمنية من خلال اعتقال خيرات شباب ديال المنطقة ديال الريف، كذلك من خلال اعتقال خيرات شباب ديال زاكورة، خيرات شباب ديال منطقة ديال جرادة. شفنا كيف أنه الشباب ديال جرادة خرجوا فقط يعني من أجل يعني البديل الحقيقي، البديل يعني الاقتصادي في آخر المطاف، اعتقالات. وكنشوفوا أنه يعني كنتكلموا على سيارات ديال الأمن يعني تدهس يعني شاب من جرادة، وهذا اللي يأكد من الملموس أن يعني العقلية ديال المخزن منذ السنة ديال 1661 داخل المغرب ما بغاش تغير، بالعكس أنه المخزن داخل يعني المغرب، ولكذلك داخل المخيلة ديال الإنسان أو المواطن المغربي عنده دلالة قدحية ملي كيسمع المخزن، كيسمع يعني كيتبادر للذهن ديالو وهو القمع، وكيتبادر للذهن ديالو وهو الظلم وهو الحجرة. وبالعكس أننا عندما نتكلم على المخزن، نحن لا نطالب بدولة ديال المخزن، نحن نطالب بالدولة ديال الحق والقانون، الدولة ديال المؤسسات. وهذا اللي كيأكد بالملموس أن يعني المستشار ديال الملك سابقا حسن أريد قال أنه الدولة المغربية ليست يعني لها القابلية باش أنها يعني تكون دولة ديال المؤسسات، وكذلك من أجل العصرنة ديال الدولة. لأننا عندما نتكلم على التحديد ديال الدولة أو العصرنة ديال الدولة أو الدمقراطات ديال الدولة، كنتكلم على أنه التجاوز ذاك العقلية التقليدية. ملي كنتكلم على العقلية التقليدية إخواني الأخوات، هو أنه أي حراك داخل منطقة ديال الريف أو حراك ديال داخل منطقة ديال جرادة أو داخل زاكورة أو يعني في أي منطقة، يخرجوا أن يعني الشباب ديال المغرب يخرجوا يطالبوا بواحد مجموعة ديال الحقوق اللي هي عادلة ومشروعة، نواجهوهم يعني بالقمع بالاعتقال. وهذا اللي كيأكد بالملموس كما قلت دائما أن الدولة المغربية في غياب التعليمات، في غياب المقاربة الأمنية، تفشل يعني كتفشل في إيجاد. تحياتي الأخت اللي قالت أن ناصر الزفي هو صوت كل مواطن درويش يعاني في صمت يعني من الحجرة والاضطهاد من نظام الدولة، هيهات. المهم الإخوة والأخوات، احنا دائما كنربطوا يعني المقاطعة مع الحرية ديال المعتقل، ونعتبر أننا إذا كانوا كرهنوا على النسيان أو كذلك كرهنوا على السياسة ديال التقاطب أو كرهنوا على الإلهاء أو كرهنوا على مجموعة ديال الحوايج، نحن نقول أن الأمة التي لا تملك ذاكرة حية لا ت... الأمة التي لا تملك ذاكرة حية تموت في آخر المطاف. نقول أننا على العهد بقول من أجل وطن حرية تسع الجميع، وكذلك من أجل الحرية ديال المعتقل، لأننا داخل المغرب لا نريد موازين، داخل المغرب لا نريد يعني ثقافة ديال التفاهة أو الثقافة ديال السخافة، بالعكس نريد ثقافة اللي هي ديال الديمقراطية، الثقافة ديال الكرامة، الثقافة ديال الحرية، الثقافة ديال العدالة الاجتماعية. هذا هو اللي باغينه. ومن هذا المنبر نقول أننا يعني كشباب من داخل المغرب فقط يعني نعبر على الرأي ديالنا الرافض كل سياسات ديال الحكرة الاقتصادية، لكل سياسات ديال الاضطهاد، كل سياسات ديال الاستبداد. وكنعتبر أن المقاطعة اللي كينهجها الشعب المغربي حاليا هي مقاطعة ناجحة بكل المقاييس، من خلال أن الشعب المغربي صراحة المنسوب ديال الوعي ارتفع لوحشي اللي ما كانوش تصوروا هاد الناس اللي حاكمين. وكنقولوا ان العصابه ستسقط، وكذلك الحكومه او المحكومه ستسقط، وان الكلمه الاخيره هي للشعب المغربي الحر. وخير دليل على ذلك هو المقاطعه ديال الشعب المغربي الموازين، من خلال صراحه يعني الصفعه اللي اعطات يعني الجماهير الشعبيه ديال المغرب للدوله المغربيه. وش عباد الله، نحن كشعب مغربي حر نقول اننا لا نريد موازين، لا نريد سنترال، لا نريد افريقيا، لا نريد كذلك كما كنقولوا دائما سيدكم علي، لا نريد كذلك كما كنقولوا جوده. وفي اخر المطاف كتجيو تفرضوا علينا شي امور اللي ما باغيينهاش، هذا يدخل في عدم احترام يعني الاراده ديال الشعب المغربي. في اخر المطاف كما كنقولوا الدوله تتكون من الارض والشعب والسلطه، والشعب كما كنقولوا دائما هو المكون الأساسي يعني لأي دولة بعد الأرض، لأن الأرض عندها قداسة والشعب له قداسته. والسلطة هي من أجل خدمة الشعب، لأن السلطة دائما نقول
انها يعني تتحرك يعني بالاموال ديال الشعب، يعني من الضرائب ديال الشعب، وكتحرك كذلك يعني من الخيرات ديال البلاد. لاننا عندما نتكلم عن الخيرات ديال البلاد الاخوان والاخوات، نعرف ان المغرب هو البوابه ديال اوروبا، شمال افريقيا. كنتكلم هنا على وجهتين بحريتين، المحيط الاطلسي، البحر الابيض المتوسط، 3500 ديال الكيلومتر ديال البحار. في اخر المطاف نحن كمغاربه ما كنستافدوش يعني من السمك، خاصه السمك الابيض، مع العلم اننا نعاني كل المعاناة فقط من أجل الحصول على السردين، يعني الغلاء ديالو. وشفنا كيف أنه الناشط ناصر زفزافي دعا إلى المسيرة ديال 20 يوليوز فقط من أجل المطالبة بتخفيض ديال السمك ديال السردين، اللي قال أنه إذا ما عملش السردين 7 دراهم غادي تكون مسيرة مليونية بمدينة ديال الحسيمة. وشاءت الأقدار أنه يتم الاعتقال ديالو قبل ذاك المسيرة اللي كان استشهد فيها الشهيد ديال الكرامة عماد العتابي. عماد العتابي صراحة شهداء ديال الشعب المغربي، نعتبر ان الشهيد عماد العتابي هو شهيد من شهداء ديال الشعب المغربي، بجن يعني بالرحمه والمغفره، وان شاء الله جنه ديال الفردوس. هذا كامل يدخل في اطار استمراريه، لان البعض كيحاول انه يقزم المقاطعه، ويحاول انه يعني يخلي المقاطعه بوحديتها والاعتقال السياسي بوحديته، مع العلم اننا عندما نتكلم على المقاطعه نتكلم على واحد الصيروره تاريخيه الإخوان والأخوات. الصيرورة التاريخية تقتضي أننا نكون كنأمنوا بأن التاريخ يعني في التطور. التاريخ ما كان يعني ماشي ساعة، يعني كنتكلموا على السكون ديال التاريخ أو الجمود ديال التاريخ، بالعكس أنه كان سيدي إفنيج، كان يعني نتكلموا مثلا على 20 فبراير، نتكلموا على جرادة، نتكلموا على زاكورة، ونتكلموا حاليا على المنطقة ديال الريف. أكيد أنه تحياتي الأخ باسير، ربي يحفظك. أكيد أنه عندما نتكلم على الصيرورة التاريخية يعني أننا كنآمنوا بالتدافع اللي كاين حاليا بين الحق يعني والباطل. ومن هذا المنبر نقول ان الساكت عن الحق شيطان اخرس. في اخر المطاف نقول انه اذا كان مثلا وزير ديال العدل يعني طالب يعني بفتح تحقيق، كما كنقولوا دائما يعني في ذاك الناس اللي طالبوا باخلوش ارحال من داخل مدينه المضيق، من داخل مدينه المضيق، اقول نبيل بن عيسى من مدينه المضيق مواطن مغربي ال جي 14871 يطالب بالرحيل ديال اخنوش. وهذا لا يعني انني اطالب يعني باخنوش كشخص، وانما اطالب يعني بش اخنوش جا غايجي اخنوش، وانما نحن نطالب يعني بتفعيل الماده ديال اللي هي واضحه، تفعيل ديال الماده ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه. عندما نتكلم على ربط المسؤوليه بالمحاسبه، نقول انه في المغرب ما يمكنناش نتكلموا على الغضبات الملكيه، ما يمكنناش نتكلموا على انه غضب ملكي، تنقيلات يعني في رجال ديال السلطه، تنقيلات يعني في الباشوات، في العمال، في القياد. نتكلموا كذلك انه تم يعني اعفاء الوزير في اخر المطاف، الوزير كيهز وليداته، كيهز عائلته، كيهز الثروه ديالو، كيمشي لفرنسا. هذا لا يعقل اننا يعني نتعاملوا بهذه الطريقه هذه ديال الغضب. بالعكس اننا نطالب يعني يعني بتطوير هذه الغضبات الى يعني تفعيل الماده ديال ربط المسؤوليه بالمحاسبه، في اطار يعني تاسيس الثقافه ديال عدم افلات من العقاب. لأن عدم الإفلات من العقاب اللي كنشوفوا الإخوان والأخوات، وهو أنه عدم الإفلات من العقاب يقتضي أنه كما كنقولوا دائما، وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، كذلك يقتضي أنه من أين لك هذا. واحد مجموعة ديال المسؤولين اللي كيدخلوا يسيروا مثلا مجالس جماعية، كذلك برلمانيين، وزراء، كذلك كنتكلم هنا على مستشارين ديال الملك. جميع المسؤولين اللي كاين حاليا داخل المغرب بكافة ديال الأجهزة ديالهم يجب أن يحاكموا طبقا يعني المادة ديال ربط المسؤولية بالمحاسبه. وهذا اللي غادي يخلينا الثقافه ديال عدم الافلات من العقاب. الاخوان والاخوات اللي كيتسالوا لماذا لم يتم يعني اعتقال نبي بن عيسى، اقول لكم عوض انكم تسالوا لماذا لم يتم اعتقال نبي بن عيسى. نبي بن عيسى كيدير المباشرات قبل انطلاق ديال الحراك ديال الريف، وغادي نبقى ان شاء الله ندير هذه المباشرات حتى نشوفوا الدوله ديال الحق والقانون، حتى نشوفوا الدوله ديال المؤسسات، وكذلك حتى نشوفوا ان كما قلنا دائما لا يقال انك تعطي 900 ديال المليون واحد المغني فاصل غنائي، ونشوفوا امراه كتولد يعني في الكولوار يعني في السبيطار، هذه جريمه في حق الشعب المغربي. تكلموا كذلك على انه ملي نشوفوا مثلا ناس يعني في الاطلس يعني ما كيموتوش بالبرد. تصور معايا الاخوه والاخوات، ملي كيكون البرد وكيكون الشتاء وكيكون يعني ذاك الثلج في الاطلس، كنشوف واحد مجموعه ديال الشباب ديال الاطلس، كنشوفوا ساكنه ديال الاطلس كتعاني كل المعاناه. وشفنا كيف انه شهداء ديال البرد، من بينهم طفله ايديا اللي صراحه دائما كنقول
ان الطفله ايديا هي الشهيده ديال الغياب ديال الخدمات الطبيه داخل هذا الوطن الجريح. وملي نشوفوا مثلا ان الملك بيده يعني كيتعالج داخل هذا الوطن الجريح، ما يمكنش انه اعلى سلطه في البلاد كيمشي يتعالج في فرنسا ويقولوا اننا عندنا الصحه داخل المغرب. هذه صراحه تدخل في اطار مغرب ديال التناقضات، هذيك 70 مليار اللي غتخسروا على موازين، وهذاك مغرب ديال الثقافات ما خصوش يكون. بالعكس اننا نطالب مغرب ديال الحريه وديال الكرامه وديال العداله الاجتماعيه. الجمعيه ديال مغرب الثقافات اذا كانت كتامن بحريه ديال التعبير وحريه ديال الابداع ديال الرأي اللي كيترأسها منير المجيدي اللي هو مستشار ديال الملك، على الأقل بلينا كنشوف واحد مجموعه ديال التضييق، واحد مجموعه ديال الحصار، واحد مجموعه ديال الأخت اللي قالت أنه شاكرة عطاوها مليار ومرأة مغربيه تولد في الكولوار. هذا هو النقاش اللي نطرح الإخوان والأخوات، هو أنه يعني ملي نشوفوا يعني نساء مغربيات كيولدوا في الكولوار وكيجيو واحد مجموعه ديال المغنيات يعني كيدونا مليار، هذه جريمه في حق الشعب المغربي. وكنأكد أن حتى الشعب المغربي صراحة يعني فيما يخص يعني حتى المتابعة ديالو للمشهد السياسي داخل المغرب، المشهد السياسي داخل المغرب الإخوة والأخوات يعني فقد المصداقية. ويمكننا نتكلموا على أنه مشهد سياسي فاسد. علاش؟ لانه كما قال ناصر الزفي هادو مجرد حفاضات ديال المخزن، مجرد دكاكين سياسيه واخر يعني ما كاين يعني، وهو انه باسم الحقاوي عندما كانت يعني في المعارضه في اطار يعني كنتكلموا هنايا هي بحال المعارضه بحال الاغلبيه داخل المغرب، لاننا ليست لنا اي معارضه وليست لنا اي اغلبيه. بالعكس ان الحكومه محكومه كانت يعني عطات واحد تحياتي السي رشيد ربي يحفظك، كانت عطات واحد تصريح اللي قالت انه شاكره مجرد عاهرة يعني جات يعني للموازين وكتحمل المسؤوليات. هادشي اللي كنقول كتحمل فيه المسؤولية. إخوان الأخوات قلت أنه إذا رجعنا يعني مستعد نشر واحد الفيديو ديال باسم الحقاوي مولا التصريح ديال 20 درهم، قالت أن شاكرة مجرد عاهرة كتنشر يعني الثقافة ديال الفسق والمجون والزندقة، وقالت أن الموازين هو يدخل في إطار التبذير ديال المال العام، في إطار السخافة، في إطار أنه البورنوغرافيا. ملي كنتكلموا على البورنوغرافيا يعني كنتكلموا هنايا على مشاهد اللي هي جنسية. كيف يقال أننا داخل يعني دولة ديال الإمارة ديال المؤمنين دوزيم كنشوفوا واحد مجموعه ديال المشاهد اللي هي لا اخلاقيه، مشاهد يعني قريبه من البورنوغرافيا كما قالت باسم الحقاوي. وفي اخر المطاف ما كنتكلموش يعني كنبقاو ساكتين، وهذا اللي كياكد باللمس انه كاين يعني صراحه التواطؤ ديال الاعلام الرسمي مع يعني مع الفساد والمفسدين. كاين يعني محاوله انهم يسوقوا بان دائما ذاك الثقافه ديال القول العام زين، ولكن المشكل المطروح وهو انه بعدما قالت انه يعني كاين مشاهد ديال البورنوغرافيا او كذلك مشاهد اللي عندها ايحاءات جنسيه، في اخر المطاف تراجعت ملي رجعت يعني الاغلبيه وقالت انه يدخل في اطار التسامح، وكذلك يدخل في اطار يعني الانفتاح وفي اطار الحداثه. وهذا اللي كناكدوا بالاخوان والاخوات، كيف يقال ان باسم الحقاوي البارح هي ضد موازين اليوم مع موازين؟ كما كنقول كما كيقول الشعب المغربي الرص اللي ما كيدورش كوديا، ولكن في اخر المطاف هذا كياكد بالمس ان هاد الناس هادو ناس انتهازيين، ناس صراحه برغماتيين كما كنقولوا. البرغماتيه تدخل في اطار المصلحه بالنسبه لهم كما كيقولوا دائما، وهو انهم الغايه تبرر الوسيله. يعني تحياتي ربي يحفظك. غير اللي ناكد وهو ان نبيل عيسى من مدينه مدياق مجرد شاب من شباب ديال المغرب، يعني شاب بسيط من شباب ديال المغرب كيتكلم في اطار المباشر بكل يعني بكل حرقه وكذلك بكل اريحيه، وكيعتبر ان الخطوط الحمراء داخل المغرب ما يمكنناش تكون عندنا خطوط حمراء، وانما يكون عندنا الاختلاف وكذلك الاحترام والاحترام المتبادل. وكذلك فيما يخص حتى القداسه يعتبر ان القداسه لله عز وجل كما كنقول دائما. وغادي نزيد يعني نستدل يعني بالمقوله ديال الصحابي ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. كذلك نتكلموا هنايا على المقوله ديال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال يعني مات استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. اشكال مطروح هو اننا نناقش يعني اللي بغى يسول مرحبا به، انا ما عنديش مشكله. انا دار المباشر
كندير فيها 4 ساعات، 5 ساعات، 3 ساعات. يعني الاخ اللي كيسولني الساعة ديال المنار واش خدام ولا لا، هذا سؤال كيستحق عليه البلوكاج. الله يعاونك، تسولني واش خدام ولا لا، عباد الله الاخر كيدخل لعندك كيسولك واش خدام ولا لا، واش هذا سؤال ولا ولا لا لا لا. شوف انا باش يسولني يا اخر واش مزوج، واش خدام، واش عندك الوليدات، ما يسولنيش هذه حياتي الشخصيه. باش نكون واضحين، باش نكون واضحين، انا حياتي الشخصيه خدام ولا ما خدامش هذاك شغلي، مزوج ولا ما مزوج هذاك شغلي، عندي الوليدات ولا ما عنديش هذاك شغلي. باش نكون واضحين، المهم انا باش نكون معاكم واضحين. لا بغيت نقول لك واش خدام ولا لان بزاف كيدخلوا يسالوا هذا السؤال، لان واش باغي تعرفني مين كيجيب الفلوس ولا شكون كيصرف عليا ولا شكون كيعطيني الفلوس ولا مع من خدام ولا يعني ولا علاش ما اعتقلوكش ولا هذا صراحة هذه أسئلة مخزنة. هذا اللي قال لك سول، سير سولو هو هود العبد نبي بن عيسى بمدينة المضيق. راني هنايا راني هنا حدا البحر، حدا البحر، واجي تسول على خاطرك. ما كنخرجش من الريكون، انا حدي المضيق. كما قال لك السي رشيد، سول الحكومه وسول البرلمان وسول الرئيس ديال الدوله، ما تسولنيش انايا. باش انايا هنا، ها باش تعرفني، ها جالس في القهوه مع البراد ديالها تايم منين. ولا باش تخوني انا شوف انا باش تخوني الاخ، انا 38 سنه وما كيخونوا فيا، ما داوم ورايا والو. 38 سنه وما تبعين فيا، فين خدام، واش عندك وليدات، واش مزوج، ما داوم ورايا والو. حنا كنامنوا بان الارزاق في يد الله، وكما كنقولوا دائما الشعار ديالنا هو عاش الريف وعاش جرادة وعاش الشعب المغربي الحر. الاخوان والاخوات، حنا يعني مع النقاش ديال المقاطعه والحريه ديال معتقل، باش نكون واضحين. وانا رزقي على الله والحمد لله، عشت 38 سنه وداير السر لله، باقي نزيد نعيش، نعيش بفضل الله. وكما كيقولوا يعني الاسبانيول كيقولوا غراسياس ا ديوس بارا دارمي اون دياماس، يعني كنقول لك شكرا لله الذي اعطاني يوما اضافيا. وكنقولوا دائما غراسياس ا ديوس بيفيموس، يعني شكرا لله، يعني احنا بالروح. وهذا اللي كناكدوا الاخوان الاخوات. المهم تحياتي الاخوان، لان تحياتي، ربي يحفظكم. قلت انه غير فيما يخص يعني المقاطعه، اعتبر ان المقاطعه هي خيار جماهيري، كذلك هي خيار ديال الشعب المغربي. وان المقاطعه هي كما كنقولوا ما كيتبناها لا اطار سياسي ولا اطار نقابي ولا ناشط فيسبوكي ولا يعني ايا كان، بالعكس انها مقاطعه يعني انبثقت يعني من وجدان الشعب المغربي. وهنا نأكد أن الزمن ديال المناضلين والزمن كذلك ديال الحديث على النضال، ولا لأنني شخصيا أعتبر نفسي لست مناضلا، باش يعني ما تحمقش راسك واش نبي بن عيسى مناضل أو غير مناضل أو كيفتش على الشعبية أو باغي الانتخابات. بالعكس أنني يعني تقريبا يوميا كندير المباشر، ما عمري قلت بارطاجي، ما عمري غادي نقول بارطاجي، بالعكس أنني كندير الواجب. وكنعتبر أنه لا يعقل أن برلمانية امتحان اشتراك القوات الشعبيه اللي كانت في حركه 20 فبراير الماجيه تتخرج على الشعب المغربي وتقول لهم القطيع، نرفضها رفضا تاما. كذلك نرفض يعني التصريح ديال وزير ديال الماليه والاقتصاد اللي هو محمد بوسعيد، والمستفيد يعني من الاقتصاد ديال الريع اللي كيدخل في اطار يعني خدام ديال الدوله من قطعه ارضيه بثمن تفضيلي اللي قلنا المداويخ. هذاك اللي سير سولو واش خدام ومي كتجيب الفلوس ومن اين لك هذا. كذلك نتكلموا كذلك على الأوزين، سير سول الأوزين اللي سرق 22 مليار في إطار الفضيحة ديال الكراتة، الفضيحة ديال الموندياليتو اللي كانت جات عليه غضبة ملكية، وتم يعني الإعفاء ديالو من الوزارة، وكذلك الحرمان ديالو من الحضور ديال الموندياليتو. وفي آخر المطاف رجع دابا حاليا نائب الرئيس في البرلمان، وهذا اللي كيأكد بالملموس أننا عندما نتكلم أن السياسة ديال الغضبة الملكية هي سياسة
فاشلة ومن داخل مدينة مضيق. أقول أنني أعتبر أن الغضبة الملكية وهو تفعيل ديال المادة ديال ربط المسؤولية بالمحاسبة. كذلك فيما يخص يعني عز أخ النوش، عز أخ النوش يعني ملي كنتكلموا الإخوة والأخوات على عز أخ النوش، سير سول عز أخ النوش اللي قالنا الدراري واللي قالنا البراش واللي قالنا الكتائب الإلكترونية، والشعب المغربي كامل كتائب إلكترونية. نحن لسنا كتائب إلكترونية، ونحن لا نخدم أجندة أي حزب سياسي أو إطار سياسي. نحن يعني كما قلت المدوخين، يعني كيعتبروا المدوخين وهما داك الناس اللي تعين يعني الشبيبه ديال العداله والتنميه، اللي سماهم عبد الاله بن كيران او بن زيدان، سماهم بالمداوخ، في اطار يعني اعتبروا انهم يعني كانوا هما واحد الدرع، يعني الدرع يعني كنتكلموا الدرع الاعلامي ديال العداله والتنميه، وكنسميو هذا الشيء في الفاسوق اطار الذباب الالكتروني او الجيش الالكتروني. نقول انه تجيب الجيش الالكتروني، تجيب الذباب الالكتروني، دير واحد دير يعني اي تشويه يعني لهذا المهم. وانما ما يهمنا احنا هما كاين معتقلين داخل السجون المغربيه، كاين حاليا الشاب اللي هو صراحه الربيع الابلاق اللي داخل في اضراب عن الطعام، اللي هو الاضراب ديال العوده والاضراب ديال الشهاده، وكذلك سماه هي اما يعني الشهاده والمحاكمه العادله، واما يعني واما الموت. وهذا اللي كياكد بالمس انك عوض انك تسال يعني مواطن فين قدام ولا كيف كيجي فلوس، يعني تسال الدوله المغربيه ماذا تقدم المواطن المغربي. اخوان والاخوات، نكونوا مع المقاطعه ديال سيدكم علي، المقاطعه ديال سنترال، المقاطعه كذلك ديال افريقيا، المقاطعه ديال جوده نزيدوها حتى هي، والمقاطعه ديال الموازين. وفي اخر المطاف كما كنقولوا دائما ان نزيدوا المقاطعه ديال التعليم الخصوصي. التعليم الخصوصي صراحه هو جريمه في حق يعني القدره الشرائيه ديال المواطن، لانه عندما تم استهداف التعليم الخصوصي داخل المغرب كانت سياسه ممنهجه من طرف الدوله المغربيه، وفي اطار كذلك اخوان والاخوات يعني كما كنقولوا تنفيذ واحد مجموعه ديال الاملاءات، يعني واحد مجموعه ديال المؤسسات الدوليه كما كنقولوا يعني التنفيذ. وهو انه اذا كنت غتسولني انا واش خدام ولا ما خدامش، سول واش المغرب عنده سياده ولا ما عندوش، سول كذلك واش ان الحكومه او المحكومه عندها قرار ولا ما عندهاش، لاننا نتكلم على ان الاقتصاد ديال المغرب الاخوه هو 83% وصلت، يعني حتى الاقتصاد ديال المغرب وصلت في اطار المديونيه. وهذا اللي كياكد بالمس انه عوض انك تعتقل ناصر الزفزافي ولا تعتقل محمد جلول ولا تعتقل كما هنايا الاب ديال بلال عباد، ولا تعتقل كذلك ربيع الابلاق، ولا تعتقل حميد المهداوي، طارق مهم، عادل البداحي، خيره ديال الشباب ديال المغرب. خصكم يعني تعيدوا النظر، لانه يعني خص واحد اللحظه ديال التامل داخل هذا الوطن الجارح، لان ماشي اللي غيتكلم غنصيفطوه للسجن، ماشي اللي غيتكلم غادي يقولوا له علاش ما اعتقلوش. وفي اخر المطاف يعني كنكونوا كنسهلوا على المخزن انه يعتقل يعني مجموعه ديال الشباب بالقله ديالهم، كيحاولوا انهم يوصلوا يعني الصوت ديال الشعب الهامش، لان الصوت ديال الشعب الهامش ما عنده دوزين، ما عنده اولى، ما عنده مجموعه ديال الصفحات الالكترونيه، بلاس انه عنده الفيسبوك اللي البعض كيعتبروا السلطه الخامسه، نحن نعتبره السلطه الاولى. لان شفنا مثلا واحد في مثلا مراكش نسمي نيبا، كان يعني تهجم على روسيا داخل روسيا، بقى كيسبهم تما بداك الطريقه اللا اخلاقيه. اخر المطاف كانت يعني كانت واحد الحمله كبيره. نطلعك الاخ، ماشي مشكل اخوان، كي حيت كنتصل به في الاخر يعني ما كيردش، وهذا اللي كيخلينا يعني الاخ محمد الزفزافي جاري الاضافه قبل ودخل، ماشي مشكل. انا ما كرهتش يعني تدخلوا حتى نتوما ناقشوا، لان النقاش هو ديال 17 مليار ديال الدرهم. السؤال اللي خصك تطرح هو 1700 ديال المليار ديال السنتيم، 1700 ديال المليار ديال السنتيم و17 مليار ديال الدرهم. السؤال اللي خصك، كاين اسئله كبيره خصك تطرحها، ماشي داخل لي انا بالرايه ديال المغرب فين كتخدم، ولا واش مجوج، ولا الاخر راني كان داير لك جاري الاضافه والو. هذا هو المشكل الاخوان. مثلا كنا حنا كناقشوا التعليم، مي كناقشوا التعليم كما قال الاخ، كما كاين الحمله ديال المقاطعه الاخوان والاخوات، ما كرهناش ان تكون واحد الحمله شعبيه كبيره داخل هذا الوطن الجريح من اجل الافراج على المعتقلين السياسيين، وكنسميهم حنا الابطال السياسيين، لان هاد الناس هادو
تحياتي، ربي يحفظك، لان هذه النقاط هذه من خارطه الاخوان والاخوات، من خارطه فيها جميع المناطق ديال المغرب، من خارطه فيها منطقه ديال الريف، من خارطه فيها منطقه ديال جراده، من خارطه فيها زاكوره، من خارطه فيها يعني سوس، من خارطه فيها الصحراء، من خارطه فيها جميع المناطق ديال المغرب. وهذا اللي يعني اكد، وهو اننا يعني هذا الاعلام هذا اللي هو الاعلام ديال شبكه التواصل الاجتماعي، او كنتكلموا على الفيسبوك او اليوتيوب، هو واحد النافذه من اجل اننا يعني نخلق، يعني هو اللي كيخلق الراي العام الوطني، كيخلق له واحد القضيه اللي كاينه حاليا، وهو القضيه ديال المقاطعه، والحمد لله ناجحين فيها. ولو انه يمشيو ينزلوا واحد مجموعه ديال الناس وينزلوهم في شي منصه ويقولوا ان هذه منصه الشعب، ولكن الاشكال المطروح وهو ان الشعب المغربي صراحه فاق، الشعب المغربي يعني عاق، الشعب المغربي يعني المنسوب ديال الوعي ديالو مرتفع، بغيتي ولا كرهتي الشعب المغربي يقول يعني بالوضوح، وهو انه يريد الحق ديالو في الثروه، يريد الحق ديالو في العيش الكريم، يريد الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه، يقول ان يعني الضروريات قبل الكماليات. لاننا ملي كنتكلموا على المهرجانات مثلا في اوروبا تكون من اجل يعني انه الترفيه، وحنا علاش كنديروا المهرجان؟ من اجل تسويق صوره مغلوطه على المغرب. واش عباد الله المراه كتولد في الكولوار، الشباب كيموت هنايا في جبل الطارق كذلك. تحياتي، ربي يحفظك، محمد غمغار، الله ينورك. قلت انه واش يمكن يعني اننا عندنا ناس كيموتوا في البحار، عندنا ناس كيموتوا يعني في جراده، يعني في الابار والصندريات، عندنا شباب يعني كنتكلموا هنا على تقريبا 800 ديال المعتقلين كاينين في الريف، حنا غنتكلموا على موازين كذلك. واش عندنا يعني 800 ديال المعتقل ديال الريف، حنا غنتكلموا على المونديال ديال روسيا، وكنت اكد بالمس. اخي محمد، انا غادي نزيد نتصل بك، شوف راني كنتصل كاش الزفزافي، حاول يعني انا عندي هنا جاري الاضافه، لان انا ما كرهتش يعني يكون نقاش يعني من اجل كما قلت دائما. انا كنت السلام عليكم. نتمنى انك تطلع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تبارك الله عليك أخي ناجي، بخير. الحمد لله، ربي يحفظك. الله يكرمك يا سيدي، الله يكرمك، الله يرزقك الثبات. ربي يحفظك. لا، انا غير واحد خط خالي سولني فين خدام، واش مزوج، واش عندك الوليدات. هذا ماشي نقاش ديالنا، احنا عندنا النقاش وهو الاعتقال والمقاطعة. أسئلة بليدة هذيك، ما يكون غير شي مخزاني وصافي، ماشي لان احنا الهدف ديالنا هو النقاش، ونستافدوا من بعضياتنا. صحيح اخي نبي، صحيح، كما كنستافدوا منك انت، راه كنستافدوا منك بزاف، كنتصنت اللايفات ديالك، كنستافدوا منك مزيان الحمد لله. الله يحفظك. الله ربي يحفظك، الله ينورك. اذا عندك شي كلمة مرحبا، تدخل خذ راحتك، ما كان الله، نستافدوا من بعضياتنا. ان شاء الله انت ناس من منطقة بعدها، انا من حسيمة سينابل، ولكن انت ناس من منطقة اش من انا منطقة؟ من حسيمة، انا من حسيمة ومقيم في اسبانيا. المهم تحياتي للجالية المغربية المقيمة بالخارج من جذور ريفية. غير عندي واحد النداء الأخ محمد الزفزافي، مرحبا بك. فيما يخص يعني كاين واحد النداء، وهو أن خصنا الإخوان ديالنا يعني في أوروبا يتوحدوا، لأن الأسبوع المقبل هو الأسبوع ديال الأحكام، إن شاء الله. عوض أنه ندخلوا في النقاش ديال التخوين والتخوين المضاد. صحيح يعني صحيح هذه واحد اللغة اللي كتخدم للمخزن، يعني صحيح الإنسان صحيح يحاول يعني يتوحد مع بعضياته من أجل الريف، ومن أجل المعتقل، ومن أجل الأمهات ديال المعتقلين. فعلا فعلا، وإن شاء الله كنتمنى داك الشيء اللي كنتمنى إذا الخير عندك إن شاء الله تعالى باش يجمع. إذا عندك شي كلمة ولا شي نداء قولوا، ماشي مشكل. كنتمنى الله تعالى باش يجمع بين القلوب، حيت هذا الشيء راه ما تيخدم حتى شي واحد، تيخدم إلا المقصد، ما تيخدم حتى لا المعتقلين ولا الآخر. خصنا حنا نركزوا على الحوايج اللي تيجمعونا، ما نركزوش على ديك الأشياء اللي تيفرقونا، فهمتيني؟ نركزوا على ديك الأشياء، ونركزوا على المعتقلين، ونركزوا على الملف المضطربين اللي خرجوا من أجله المعتقلين اللي عندنا في السجون حاليا، ونركزوا على داك الشيء. حيت اللي كيقول لك داك الملف خبزي ولا كذا، ما كاين لا ملف خبزي ولا هم يحزنون، كاين مطالب. محمد، واخا نقاطعك دقيقة، نعم أخويا، واخا نقاطعك دقيقة، نعم أخويا. شوف فيما يخص يعني الملف خبزي،
هذا صراحة هذا احتقار من التضحيات ديال صحيح الأبطال اللي كاينين في صحيح السجون ديال الدول العربي، يعني في المغرب. تصور معايا واش الملف ديال الحراك ديال الريف هو ملف خبزي؟ تصور معايا واش رفع العسكرة حق يعني ديال المنطقة ديال الريف ملف خبزي؟ واش ملي كنتكلموا مثلا على الجامعة، يعني من أجل يعني استكمال ديال الدراسة الجامعية داخل المنطقة ديال الريف، هذا ملف خبزي؟ واش ملي كنتكلموا على التنمية ديال المنطقة ديال الريف، يعني خلق واحد مجموعة ديال الموارد ديال الرزق داخل المنطقة ديال الريف، كنتكلموا على ملف خبزي؟ واش ملي كنتكلموا على الإخوان والأخوات على مستشفى ديال السرطان، لأننا كنعرفوا أن منطقة ديال الريف تم القصف ديالها من طرف المستعمر الإسباني، كنتكلموا على الفترة ديال 1921 1926، وكان يعني الغاز يعني الغاز يعني الضرب ديالو بالغاز ديال إيبرتا اللي هو يعني المواد الكيماوية عندها انعكاسات خطيرة. أخي المتفاخر تفاخر كيقول لك يعني هذا ملف خبزي، مع العلم أنه كاين معتقلين، مرتضى إعمار شاف زنزانة انفرادية، أسامة المحدالي في زنزانة انفرادية، زفزافي أكثر من عام يعني في زنزانة انفرادية. كنتكلموا كذلك على رفع الأبلاق بين الحياة والموت، يعني في سجن عكاشة اللي كنحملوا مسؤولية يعني ديال الحياة ديالو. في آخر المطاف كيجي يقول لك آخر ملف خبزي، صراحة هذا يعني عدم احترام يعني للحراك صحيح صحيح، ديال الريف. هذا تبخيص للحراك في حد ذاته والانتقاص من المعتقلين. صحيح، وهذا الشيء راه تيحس في القلب الصراحة. راه هذا الشيء خصو يتعاد النظر في هذا المصطلحات. ما خصناش نبقاو نطلقوا غير بنادم يطلق، حيت اللي في اتساع ماشي بحال اللي في الحبس، داخل في الحبس. دابا حنايا هنا مثلا في اوروبا، اللي في اتساع هنايا راه عنده الخدمة ديالو، ولا عنده سومار، ولا راه كيستافد من سميتو من السبيطار فابور، كيستافد من كل شيء. ولكن تمشي للريف وتقول داك الشيء اللي كتقول دابا هنايا في اوروبا مثلا، الاخر سميتو نقول على فيما يخص شو فيما يخص محمد، نعم اخي. باش نكون واضحين، دابا انا مي كنتكلم اقسم بالله لا كنتكلم من قلبي، والله ما يعني كنتكلم يعني بحرقه. شوف، الانسان اللي غيتكلم من اوروبا ماشي هو اللي غيتكلم من المغرب، صحيح صحيح والانسان اللي غيتكلم من خارج منطقه ديال الريف ماشي هو اللي غيتكلم من منطقه ديال الريف. صحيح لان مثلا نتكلموا على امزورن، امزورن الاخ الامزورن، اصدقاء في مدينه ديال امزورن ما كيخرجوش تليفونات بالكاميرات، صحيح يعني كيقولوا لي حنايا كان يعني باش ما ندخلوش يعني في واحد مجموعه ديال المشاكل، وهذه كنخرجوا تليفونات عادي للقهاوي وكنستعملوهم، ما خصنا صداع، ما خصنا مشاكل، بارك علينا من الاعتقالات في امزورن. يعني في امزورن يعني خيره ديال الشباب ديال امزورن كاملين في السجون، صحيح هذا صحيح هو يعني باش نكون واضحين الاخوان والاخوات. واللي صحيح شوف هو اللي في اوروبا ماشي هو اللي في المغرب، واللي في المغرب ماشي هو اللي في الريف، واللي في صحيح. السجن ماشي هو اللي خارج السجن. الله باش برا، نكون الله برا، واضحين، الانسان اللي كيكون في الحبس ماشي هو اللي على برا، صحيح صحيح. الانسان وحنا خصو كما كنقول دائما لكل مقام مقال، والراعي يعني الراعي يعني الراعي التضحيات ديال المعتقلين، لان اين اصلا هاد الناس هادو ملي خرجوا اصلا داروا ملف مطلبي، وكان يعني ناصر الزافي واضح من اللي هدا في الاخر، قال لهم ان الملف ديال الريف هو ملف حقوقي ثقافي اجتماعي. صح، وحنا وخبنا المهم بنسوق. الاخ محمد الا بغيتي تكمل نعم، ما كانش شي واحد اخينا بلي تطول علينا يقول لك انت جمهوري وانت خبزي وانت، احنا كاملين ما كانش شي واحد في الريف يقول لك انا ماشي جمهوري. باش نكونوا واضحين، كل ريافه جمهوريه، الجمهوريه الريفيه، جمهوريه اتحاد قبائل الريف، جمهوريه تمثل الجميع في الريف. فهمتني يا خينا بك؟ كتسمعني؟ هي هذا تاريخ، هذا تاريخ نفتخر ما به. كانش شي واحد غينكرو، فهمتي؟ ما كانش شي واحد غينكرو. هذا التاريخ، تاريخ صراحة سميتو على هذا الشيء، فاش خرج محمد زلول دوز 5 سنين ديال الحبس، وانطوى تحت راية الملف الحقوقي اللي سطروه الأبطال، وانطوى تحت الحراك. ما قالش لا انا خصني غير فيما يخص يعني نعطيك نعطيك غير كلها. غير نعطيك واحد الكلمه ديال الاستاذ محمد جلول، الاستاذ ديال محمد جلول
نهار اللي سألوا القاضي على الوطن قال أنه مستعد للدفاع عن وطن حر يتسع للجميع، صحيح لأن النقاش ديالو كما قلت أنه منضبط يعني الأرضية ديال الحراك ديال الريف، صحيح وقال أن حتى يعني الحكم الذاتي لا يخيف يعني منطقة ديال الريف، صحيح لأننا صحيح كنتكلموا هنا على الجهوية الموسعة، صحيح وحتى النقاش ديال الملكية والجمهورية احتراما يعني للمعاناة ديال المعتقلين، صحيح احتراما للمعاناة ديال الأمهات ديال المعتقلين، احتراما يعني للحياة ديال الربيع الأبلق، يتأجل النقاش الإيديولوجي، يتأجل النقاش ديال يعني يتأجل النقاش ديال الجمهورية أو ملكية ما بعد يعني الحكم ديال المعتقلين، لأننا إذا كنا كنديروا هذا الشيء هذا يعني أننا لا نحترم التضحيات ديال المعتقلين، ولا نحترم، راه خص تعرفوا أنه الأم ديال الربيع الأبلق من اللي خرجت يعني من الزيارة ديال الابن ديالها وهي كتبكي عشية كاملة داخل ذاك، والسي رشيد حاضر وهي كتبكي في ذاك الوقفة، يعني كتقول لك يعني الحياة تبني أنا في خطر. إذا هذا اش كيعني؟ أنه قال لها هكا، قال لها شوف دي الحويجات والأسبوع اللي ماجي جيب لك فن باش تفني. واش يعني بالنسبة لي لك؟ أنا بالنسبة لي شخصيا حياة الأبلق قبل المقاطعة وقبل الجمهورية وقبل المونديال، لأن الإنسان يعني القداسة ديال الحياة ديال الإنسان قبل أي حاجة، باش نكون واضحين. وكذلك ملي كنتكلموا المعتقل قبل أي نقاش، صحيح النقاش اللي خصو يكون مطروح حاليا وهو يعني أننا نثبتوا بالمعتقل ونثبتوا كذلك بالريف، لأن الريف هو الذي يجمع. وإذا كنا الإخوان والأخوات يعني كنآمنوا يعني شكون المرجعية ديال الريف؟ شكون الرمز ديال الريف بالنسبة لك أنت هنا؟ نعم الرمز ديال الريف هو رمز ديال المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. صافي، ما كانش شي واحد آه غيره. يعني وحاليا البطل ديال الريف. عندنا البطل ديالنا هو ناصر الزجافي وجميع المعتقلين بدون استثناء، ولكن ناصر الزجافي الاولى، وعائلته وعائله جميع المعتقلين تحياتي عليهم ربي يحفظك. يحترموها، يعني نحترموهم، نحترموا ناصر الزجافي، نحترموا الاراده ديالو، نحترموا الكلمه ديالو، نحترموها، حيت ما كاينش شي واحد دار داك الشيء اللي دار ناصر الزجافي. ما كاينش شي واحد غيضحي واخا يكون كما كان، ما كاينش شي واحد غيقدم دوك التضحيات اللي قدم ناصر الزجافي في تحياتي هذه الاونه هذه، وما كاينش شي حاجه غيقدم، وما كاينش شي واحد غيقدم اللي قدمه الاب ديال ناصر الزجافي والام ديالو، فهمتي؟ والاخوان كاملين، وحتى كنحيي الام الصامده ديال ربيع الابله، وكنحيي حتى هو على الصمود ديالو، على هذه الشجاعه ديالو، على الخطوه اللي كيديرها صراحة الله. ما كاينش شي واحد اللي يقدم هذا الشيء اللي كيقدموه هما اللي في السجن، اما احنا اللي على برا اش درنا احنا؟ احنا ما درنا والو، والصراحة الله، واخا تنخرجوا هنايا في المظاهرات، واخا تنخرجوا في اسمي، غير كاين مظاهرات، كاين شحو، غير البارح خرجنا في مظاهرة هنايا في مدريد، في النواحي ديال مدريد، المهم في فويلا برادا اللي كيعرف المنطقة، في فويلا برادا، وما نشحاش، حضر فيها ديال الناس، حضروا فيها 6 ديال الناس، ولا 7 كاع ولا 8، وحضرونا معنا شي نصارى وكذا، المهم بنادم كيعرف بعدا بالقضيه، ولكن في لا براد هذه المنطقه اللي كنقول لك، لا، هو المهم هو الاستمرارية مزيان، أي خطوة الاستمراريه مزيانة، أي هذه خطوة. المنطقه اللي كنقول لك، عرفتي شحال فيها هذه الريافه وشحال فيها الجبال، وعلاش زعما ما تكونش مسيره يعني غير بالالاف، غير الف ديال الناس بعد على الاقل، حيت وهذه المنطقه من اكثر المناطق هنا في اسبانيا ديال السكان ديال المغرب، ديال المغاربه كيسكنوا في هذه المنطقة هذه ديال فوي لابراد، النواحي ديال مدريد هذه راه فيها غير الاخ، واخا نقاطعك، بالنسبه لناصر الزفزافي، ناصر الزفزافي اول واحد كانت عنده الجرأة يتحدى صح وكيل الملك ديال الحسيمه، صح وكذلك يعني عامل عماله ديال الحسيمه. صحيح انا اللي بزاف ديال الاخوان يعني كيتسالوا على النبي بن عيسى، النبي بن عيسى يعني من المتابعين ديال الحراك ديال الريف منذ الطحن ديال الشهيد ديال الكرامه محسن فكري في الشاحنه ديال النفايات بداك الطريقه اللا انسانيه، وكانت عند جرأة عند ناصر الزجافي باش واجه وكيل الملك ديال الحسيمه وكذلك العامل ديال العماله ديال الحسيمه، وقال لهم انني يعني كشاب من شباب ديال المنطقه ديال الريف كنعتبر ان المشكل داخل المغرب ليس في القانون او في الدستور او في يعني في الترسانه القانونيه، وانما المشكل وهو في التنزيل ديال القانون وكذلك في التطبيق ديال القانون. صحيح والمشكل المطروح الاخ وهو ان ملي كنتكلموا على ناصر الزجافي، محمد جلول، ربيع الابلاق، كذلك احمجير، المرتضى، جميع المعتقلين هادو قدموا تضحيات. وغير يعني النهار اللي تلاقيت انا يعني الاب ديال ناصر الزجافي مثلا في حدا الباب ديال عكاشه، اقسم بالله صورته على غفله كيشوف التصويره ديال ولده،
وكيشوف فيها وكيتامل، يعني كيشوف التصويره ديال ولده. وانا عندي مع الزي حماد يعني كنبلغ له السلام ديال الاخوان ديالنا في الرينكون ديال تطوان، لان عزيز احمد كلشي كيعرفوا ان عزيز احمد الناس اللي ما كيعرفوهش راه موظف متقاعد، وخلى يعني سمعه طيبه داخل العمل المهني ديالو، والناس اللي كيعرفوه يعني كمقتصد متقاعد كيعرفوا انه كان واحد الانسان اللي هو يعني شريف، واحد الانسان ديال المصداقيه، واحد الانسان يعني اللي متقي الله. يعني ملي كنتكلموا على عزيز احمد شني قال لي؟ اقسم بالله قال لي انا نتمنى يطلقوا السراح ديال النصر قبل ما نموت. وقال ماشي غير اللي قال مجموعه ديال الاخوان، وهذا اللي كيأكد عوض اننا يعني نخونوا الاباء ديال المعتقلين، ونخونوا يعني الاسر ديال المعتقلين، نخليوهم يعني اللي فيهم مكفيهم ونحترموهم. لاننا ملي كنتكلموا على عز احمد ديال الاب ديال ناصر الزفزافي، ولا عز احمد ديال التماسيت، هادو هما الشرفاء ديال المنطقه ديال الريف اللي خصنا نحترموهم ونقدروهم. فهمتي كيفاش؟ ونردو عطيه بهاد الكلمة ديالهم، خصنا فاش غيتكلموا خصنا نسمعوا لهم، حيت دوجوا بزاف، فهمتي؟ ماشي بحال انت يا دابا رب الاخ يلاه نسولك، مشيت. واش كتشوف انتينا مثلا الاب ديال ناصر الزافي باقي طامع في الدنيا، ولا باغي شي فلوس، ولا باغي تشهر، ولا باغي يبان، ولا باغي انت ما عندك شي يا اطماع؟ سميتو، انت ما عنده حتى شي غرض في شي حاجة يا اخي، هذا السيد غادي يعني تبوظ كيقول لك الحياة انا ديالك. تفرض السيد كيقول لك انا تفرضت عليا، واصلا هو يعني الناطق الرسمي ديال الاسر ديال المعتقلين، يعني بالتوافق ديال كافه الاسر ديال المعتقلين. لان السي رشيد اباد اللي هنايا اول حاجه بس سالوه على يعني على الحراك، اول حاجه قال لهم اطلقوا سراح الوطن، اطلقوا سراح الريف، واطلقوا سراح ربيع الابلاق. يعني هما الاسر ديال المعتقلين متضامنين مع بعضياتهم، متفاهمين، منسجمين، واخا يعياو يفرقوا بعضياتهم، كاين عندهم يعني الاب ديال ناصر الزفزافي تايقين فيه كل الثقه، لان عارفين السيد ديال المعقول ما فيهش يعني ذاك. هنا باش نكون واضحين، صح. الناس منسجمه، لاننا احنا تقريبا 2 اسابيع كنطلعوا نزوروا الاخوه ديالنا في عكاشه، كنشوفوا انهم منسجمين للام ديال ناصر الزفزافي، مع الام ديال جلو، مع الام ديال بدر الدين بوالحجل، مع الام ديال ربيع الابلاق، مع يعني كذلك الاسره ديال بوالحجل. المهم كاملين يعني مع احمجيق كاملين يعني متفاهمين، يعني متراضين، وكيستناو قضاء الله وقدر الله، وكيستناو يعني شنو غادي يكون. هو داكشي اللي كان خاينا به، حيت ما بغي فاش كنسمعوا هاد سميتو الانتقاص من العائلة ديال المعتقلين ولا الاباء ديال مثلا غير الاب ديال ناصر الزفزافي، كيجي واحد راه هنا في اوروبا وكيهضر عليه، يعني كينقص من الشخصية ديالو، كيقول لك انا ما كيمثلنيش ولا شي حاجة. شكون انت باش يمثلك؟ شكون هو اصلا؟ ما عندوش الشرف باش يمثلك انت اصلا. هو كيمثل المعتقلين للداخل، وكيكافح على المعتقلين، على الاخوان، على ولاده، ماشي بحال انت تجي من هنا وتقول لك راه عزيز احمد كيف عزيز احمد كيف الترف كيف الترف كيف الترف باكمله، كيمثل الريف. ايوه كيف وكيمثل الترف كيف هذاك اللي عنده الترف. الشرف وعنده سميتو، ماشي كيمثلك انت كتجي تنقص منه ولا كذا. بغيتي غير هذاك، هذوك اللي كيديروا داك الشيء ما تلقى الا مخزاني صراحه. واخا يقول لك انا جمهوري ولا كذا ولا كذا، هذاك ما تلقى الا مخزاني وعنده اجنده اللي كيخدمها. بغاش بالنسبة تكون عندهم شوف واحد سميتو، واحد ديال سميتو الرمزية الاخر، العائلة ديال المعتقل ديالهم، فهمتي؟ شوف الأخ، بالنسبة للنقاش ديال الجمهورية أم الملكية، نكون واضحين، المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله حتى واحد ما غيتزايد على يعني على التضحيات اللي قدمها من أجل المنطقة ديال الريف، وكذلك من أجل الاستقلال ديال المغرب. باش نكون واضحين، وش اللي قال في الاخر؟ قال انه يعني لا تهمني سلطنة او ملكية او جمهورية بقدر ما يهمني نظاما عادلا يعني تحكمه العدالة الاجتماعية. هذا يعني الكلام، هذا الكلام ضمنه هذا الكلام ديال المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي. قال انه ما تهمه لا جمهوريه ولا ملكيه ولا سلطانه ولا خلافه، بقدر ما يهمه ان البلاد يكون فيها العدل. وهذا اللي كنأكد دائما، كنقول ان التعاقد بين الحاكم والمحكوم وهو الحريه والكرامه، وكذلك والعداله الاجتماعيه.
وكان تكلموا كذلك على المرحوم والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، يعني تكلم على الحرية، قال أن الحرية حق مشاع وغاصبها مجرم. أولا دافع للحرية ديال المعتقل، عاد هضر على الطبيعة ديال النظام الحاكم، صحيح باش نكونوا واضحين. صحيح صحيح، هذا الشيء اللي كاين. الدفع، الدفع للإخوان ديالك، الدفع للإخوان. وحتى بالنسبة يعني الكلمة ديال المجاهد والمرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي، قال أنه لا حل وسط في قضية الحرية، يعني ما كاينش أنصاف الحلول يعني في الحرية. للمرحوم والمجاهد كل فكر دياله فكر وحداوي، صحيح وتوفى يعني فضل المنفى على أنه يعني يزيد يغامر بالريف، صحيح لأن شاف أن يعني المستعمر كيقصف الريف يعني بمواد كيماوية، وشاف أنه يعني كل ما يعني غيزيد يقاوم غادي يزيد يطحن في الريف، فضل يعني أنه يعني يختار المنفى على أنه يعني يزيد يغامر بالريف. وهذا اللي كيأكدنا بالموس أن هما الرجالات اللي خصنا نفتخروا بهم داخل هذا الوطن الجريح. هادو كما كنقولوا هادو هما الرموز، هادو هما المرجعيات، هادو اللي كان كيجي لعندهم أرنستو جيفارا وهوشيمين وواحد مجموعة ديال الناس اللي كتفتخروا بهم. ثم إذا كنتوا يعني عندكم فكر يساري أو فكر الماضي. تقدمي، أرى هذوك الناس كانوا كيجيو يزوروا محمد بن عبد الكريم الخطابي من أجل الاستفادة منه، صحيح لأن هو اللي جاب يعني الحرب ديال العصابة، هو اللي عطانا المعركة ديال الأنوار ديال 21 يوليو سنة 1921، هو اللي دارنا يعني الجمهورية ديال 1921 1926، حتى النقاش ديال الجمهورية أو عدم ديال الجمهورية. ما كانت الجمهورية ديال الريف، ما كانت السيادة المركزية داخل الرباط أو يعني في المركز، بالعكس أن الناس يعني كانت يعني كتقاوم المستعمر. وهذا يعني حتى الفكر ديال مولاي محمد كان فكرا وحدويا، كان يوحد القبائل، يوحد يعني المغرب، يوحد من اجل الجلاء، من اجل يعني الاستقلال التام. باش نكون واضحين الاخوه من الاخوات، وما كانش خصو السلطه، ما كانش خصو الاماره او السلطنه او الحكم. وكذلك نتكلموا على ناصر الزفزافي، ناصر الزفزافي كان لا ينازع على الحكم، لا ينازع على السياسه، لا ينازع يعني على انه يكون في يده شي نفوذ، لا، انه النقاش ديالو كان واضح. الجامعه، مستشفى ديال السرطان، رفع العسكره، وتنميه ديال المنطقه ديال الريف، وهذه كامله واحد مجموعه ديال الحقوق اللي هي ماشي حقوق خبزيه، وانما هي حقوق اجتماعيه ثقافيه سياسيه وحقوقيه، ولو انه البعض يعني كيبغي انه يعني يقزز الحراك ديال الريف. صحيح صحيح، هادشي اللي كان اخاي نبيلو. اصلا حنا في الريف مثلا ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ما ميتلو بالسرطان اصلا، والاخر الشباب ديالنا كلشي مشتين على الاخر، ما بين طنجه وتطوان والفاس والكونات وتازه ووجده، كلشي على الجامعات مشتين الشباب، وحتى العمل فينا هو العمل، غير سميتو انت راك في المضيق وكتعرف راه شحال من ريفيرات تما في المضيق، بين المضيق والرينكون سميت وكاستيخو وبين طنجة، حيت ما عندناش فرص ديال العمل في الريف، ما كانش فرص ديال العمل، وفين غيمشيو هاد الشباب؟ كلشي ضايع، وكيتجهوا للمخدرات وكيتجهوا لسميتو، صعيب علينا شوية الحال والصراحة الله. غير الاخ فيما يخص يعني كيما اللي كاين تشويش، لان الصوت ديالي كيرجع بزاف. واه اسمع الاخت اللي قالت الكثير لا يعلم ان محمد بن عبد الكريم الخطابي هو مخترع حرب العصابات التي اعتمدها بعده مقاومون في بلدان اخرى. هذه اللي قلنا ان السيد يعني يعني السيد كما كنقولوا دائما يعني عنده تاريخ، وكما كنقولوا دائما هو الرمز ديال المقاومة يعني ديال المستعمر، هو يعني خصنا نفتخروا به. وحتى الفكر ديالو كان فكر وحداوي، باش نكون واضحين، كان يوحد ولا يوفق ويفرق، يعني وما كانش عندي الثقافة ديال التخوين، لأن الناس اللي كيتكلموا دائما، حنا كنتكلموا هنا على أن التاريخ حاليا يكتب، هذا كامل تاريخ يكتب. اللي كما قال الأستاذ محمد جلول، من يخون يخون نفسه، من يخون يخون منطقة ديال الريف، يخون الوطن ويخون الله عز وجل ويخون الأمانة. صحيح وكما قال الأخ يعني فيما يخص منطقة ديال الريف، منطقة ديال الريف إخوان الأخوات، نتكلموا هنا على التنمية ديال المنطقة ديال الريف، التنمية ديال المنطقة ديال الريف. أنا زرت منطقة ديال الريف باش نكون المورد ديال يعني الشباب ديال الريف، وهو إما كما كتكلموا دائما يعني الزراعة المعيشية،
الزراعه المعيشيه، يعني ديك الزراعه اللي هي بسيطه، ولا نتكلموا على الصيد البحري اللي اما نتكلموا على الميناء ديال الكالايريس او الحسيمه، ما كاينش داك الشيء قليل. يعني والمورد الاساسي هو العائدات ديال الجاليه ديال أوروبا المغربيه المقيمه في خوان. الخارج من جذور يعني. والمشكل المطروح الاخ وهو انه ناقش معك هذه النقطة باعتبارك من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أرى في ظل هذا الاحتقان وفي ظل يعني هذه العلاقة اللي هي متوترة بين منطقة ديال الريف وكذلك بين المركز، ما يمكنناش نتكلموا على أنه غادي تكون واحد العودة ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي هي من جذور ريفية في إطار يعني موسم ديال العبور ديال 2018، لأن الغالبية العظمى ما غاديش يجيو الإخوان والأخوات، لأن الغالبية العظمى يعني كل شيء ساخط، كل شيء يعني طالع له الزعاف، كل شيء كيقول لك انني اش غنمشي ندير نشوف في الريف، واش غنمشي واش انا نهود يعني نشوف يعني كل شيء معتقل، كل شيء يعني الجنازه كما كنقولوا. الجنازه وهو الجنازه الريف يعني ميت، وهذا اللي كيخلي مثلا انا كنت تم العام اللي فات ما كانتش يعني الجاليه ما هودتش، وكنقولوا ان الدوله المغربيه كتحرم راسها من واحد المورد اللي هو اساسي في اطار يعني حتى انه باش تدعم يعني الميزانيه ديال الدوله الدعامه يعني بالعائدات العملة الصعبة ديال الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تحاول أنها تحل المشكل بين منطقة ديال الريف وكذلك بين المركز في إطار يعني توافقي، في إطار التراضي، في إطار كذلك تشاركي، في إطار مصالحة تاريخية بين منطقة ديال الريف وكذلك بين الدولة المغربية، لأن أنا أعتبر نفسيا أعتبر أن الريف جزء لا يتجزأ من المغرب، وكنقول أنني من دائما أنه يعني اعتذروا للناصر لأنهم يعني تعاملوا معه بطريقة لا إنسانية، وهذا اللي كيأكد الموس الزيف ديال الشعارات. لأنني من داخل المغرب أقول أن المغرب ديال ما بعد استشهاد ديال الشهيد ديال الكرامة محسن فكري، ماشي هو المغرب ديال ما قبل استشهاد ديال صحيح. الشهيد الكرامة اللي هو محسن فكري. إخوان الأخوات، المغرب يعني تراجع بزاف تراجع بزاف على بزاف. مستوى إحنا هنا الحدود ما العام. كنتكلموش على الردة الحقوقية، حتى الصورة ديال المغرب مهزوزة الأخ. أنا كنتكلم من داخل المغرب وكنتكلم بحرقة صحيح باش صحيح. نكون واضحين، والناس اللي كيتكلموا يعني على الاعتقال والتخوين، ما يمكنش انهم يكونوا بين المطرقه ديال المخزن والسندان ديال التخوين ديال الشعب. بالعكس، انه كما كنقولوا انه يجب ان لا يتم تصدير الازمه من جيل لجيل، تكون عنده واحد الجيل اللي هو تكون عنده يعني الشجاعه وعنده الجراه باش انه يواجه هذا المخزن، يواجه هذه الدوله، ويقول لها دير وقفه ديال التامل ونزل معنا نطلع بغينا المعقول. وهو مثلا احنا ما تكلمنا على المقاطعه الاخ، المقاطعه هي مقاطعه كانت واضحه ان الشعب المغربي ما قاطعش يعني العلبات ديال السنترال ولا القنينه ديال سيدي هادي ولا افريقيا، فقط الشعب المغربي عبر على السخط ديالو، عبر على الرفض ديالو يعني الوضع يعني بصفه عامه داخل المغرب، باش نكون واضحين ان المقاطعه هي تعبير على الرفض للحجره الاقتصاديه امتداد، اللي كيعيش المغرب. كذلك هي امتداد للحراك، تقول شي هي امتداد للحراك بعد كل الاعتقالات الاخ، اللي حدثت في جرادة وحدثت في حسيمة وفي تنغير وفي هذا هو المناطق هذا الملالو. ها ها هذا هو ملي كيقول البعض كيقول لك انه المقاطعه لا علاقه لها بالحراك ديال الريف ولا ديال جراده. نقول ان ناصر الزفافي، محمد جلو، الربيع الابلاق، الحنودي، المجاوي رفعوا يعني المستوى ديال الوعي داخل الشعب المغربي، وهما اللي عروا يعني واحد مجموعه ديال الحوايج اللي كانت داخل المغرب كاينه ساهموا. مثلا نتكلموا على ناصر الزافي كان عنده واحد الدور كبير باش انه يعني وصل المعلومه للشعب المغربي ككل باننا بعيدون كل البعد على الدوله ديال الحق والقانون، باش نكون واضحين، وان هاد الناس هادو داروا مجهودات. ولكن المشكل اللي طرا وهو ان الشعب المغربي شعب ذكي، ملي كنقولوا الشعب المغربي ذكي وهو انه التقط الاشاره، ملي التقط الاشاره ملي شاف اخواني اللي كان بغاو شي اخواني بارطاجوا هذا المباشر، ماشي مشكل لانني اول مره نقولها لكم باش توصل الفكره، لاننا هنايا كنناقشوا المقاطعه والاعتقال السياسي. قلت انه فيما يخص يعني المقاطعه هي امتداد تاريخي الجراده والريف، لان الشعب المغربي الحر عندما شاهد ان الدول المغربيه تنهج المقاربه الامنيه
مع الريف ومع جرادة، وانك تخرج يعني تطالب بالحق ديالك في الشارع، يتم الاعتقال ديالك. مثلا يعني الدستور ديال المغرب فيه، كتكلموا على الدستور ديال المغرب 2011 بالعلات ديالو، فيه واحد مجموعة ديال القوانين. مثلا تكلموا على مادة 29 كتقول لك انه لكل مواطن مغربي الحق يعني في التظاهر السلمي والاحتجاج. الاشكال صحيح المطروح وهو ان الانسان اللي كيخرج يحتاج كيتم الاعتقال ديالو، وهذا اللي اعطانا الاخوان الاخر ان نبيل احمجي قال لهم ان الدستور ديال المغرب هو عباره عن فخ او مصياده. كنت كلمه كذلك على الماده 25 كتقول لك ان المواطن المغربي المواطنه المغربيه من حقه يعني ابداء الراي يعني والتعبير بواحد مجموعه ديال الاشكال او الانواع، مثلا بالرسم، بالموسيقى، بالمباشر، بالفيسبوك، باليوتيوب. وهذا اللي كي تحياتي ربي يحفظك. قلت وهذا اللي كيأكد بالموس إخوان الأخوات أن هاد المقاطعة هذه هي جاءت يعني باش توصل واحد الفكرة يعني للدول المغربية أنها مقاطعة سلمية حضارية، مقاطعة تدخل في إطار الثقافة ديال الشعب، وكذلك في إطار سلوك حضاري. لأن ملي كنتكلموا على السلوك الحضاري، البعض كان يعني كيقزم المقاطعة، والبعض يقول أن البعض يريد أن يركب على المقاطعة من خلال أنه كيدير واحد مجموعة ديال مباشرات. ولكن المشكلة مطروح الإخوة والأخوات، الإخوان اللي بغى يدخل يدير واحد ماشي مشكل. قلت أن المقاطعة جاءت يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك جاءت مع بويكوت ديال إنجلترا، كذلك مع غاندي ديال الهند، لأن غاندي واجه يعني المستعمر البريطاني المستعمر الإنجليزي فقط بالمقاطعة. تصوروا أن الإنسان يعني استقي يعني حصل على الاستقلال فقط يعني بالمقاطعة ديال المنتوجات ديال إنجلترا، مقاطعة ديال المنتوجات ديال بريطانيا، وخلى أنه يشرى لراسو واحد الميزة باش انه يعني يحقق الاكتفاء الذاتي. في اخر المطاف كان يعني بريطانيا يعني ولات حتى عيطت على غاندي وعطات لهم يعني الاستقلال، ولا ما خانتنيش الذاكره، سنه 1937 من داخل هذا المنبر. سنترال رحمها الله، سيد كومالي رحمها الله، افريقيا رحمها الله، كذلك موازير رحمها الله. نحن نتكلم هنا على الاستمراريه. عندما نتكلم على الاستمراريه نقول اننا حسمنا في سنترال، حسمنا في سيد كومالي، حسمنا كذلك في افريقيا، وحسمنا كذلك في موازين. رغم انكم تبغيو ديروا واحد مجموعه ديال الانزالات داخل مهرجانات ديال الموازين، نقول ان 70 مليار يجب يعني الاستثمار ديالها في المدارس، يجب الاستثمار ديالها في المدرسه العموميه. ومن هذا المنبر يعني نتكلم هنا بكل وضوح اننا نطلب من الشعب المغربي انه يقاطع 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 المدرسه الخصوصيه، وان كل واحد كيستثمر في المدرسه الخصوصيه عليه يعني ان يسحب يعني ذاك الاستثمار ديالو، لاننا نعتبر ان المدرسه الخصوصيه هي جريمه في حق القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي، وكذلك هي التملص ديال الدول المغربيه من خلال انها يعني انها تقدم واحد مجموعه ديال الواجبات. ملي كنتكلموا على الواجبات ديال الدوله كنتكلموا على الحق ديال التمدرس، يعني ما يمكنش اننا نتكلموا على دوله وهي ما كتوفرش حتى المدرسه للمواطن، ما كتوفرش حتى يعني الجامعه للمواطن. وكنتكلموا هنا على المدرسه الخصوصيه، هي جريمه اقتصاديه في حق يعني تحياتي ربي يحفظك، تحياتي الناضية سطات. قلت أن المدرسة الخصوصية يجب المقاطعة ديالها، لأننا نعتبر أن المدرسة العمومية هي المشعل ديال التعليم، ونعتبر أن المدرسة العمومية هي اللي عطاتنا المهدي المنجر الله يرحمه، عطاتنا محمد عبد الجابري الله يرحمه، عطاتنا يعني عبد الله العروي، عطاتنا يعني خيرة ديال المفكرين ديال المغرب جاو يعني فقط يعني من المدرسة العمومية. شفنا كيف أن الحسين الداودي في واحد التصريح اللي تكلم، الحسين الداودي اللي كان كيدافع على الشركة ديال السنترال، كان قال ان المدرسه العموميه هي من اسباب ديال التراجع ديال الجوده ديال التعليم داخل المغرب. نقول ان المدرسه العموميه لم تساهم يعني في التراجع ديال الجوده ديال التعليم. مثلا عبد الربيع من المدينه ديال المضياق، من خريجي ديال المدرسه العموميه، افتخر بانني عمري دخلت شي مدرسه خصوصيه، افتخر بانني ضد التعليم الخصوصي، اعتبر ان التعليم الخصوصي هو يعني واحد الريع يعني يدخل في اطار الريع التعليمي. كنعرفوا ان كاين تجار ديال الدين هما اللي كيستغلوا هذه النقطة ديال يعني ديال ديال
تحياتي، ربي يحفظك، الله ينورك خي محمد. قلت انه فيما يخص يعني كاين تجار ديال الدين استغلوا هذه النقطه من اجل الخوصصه اللي هي ديال الخوصصه ديال التعليم، من اجل انهم يستثمروا يعني في التعليم. نقول عطيونا يعني دول اللي يعني كتبيع التعليم، هذه جريمه حقا. واش يمكن لك انك تبني المواطن بلا تعليم؟ واش يمكن لك انك يعني تساهم يعني في البناء ديال المواطن المغربي، ولا مواطن يعني كنتكلم هنا مواطن يعني اللي غادي يقدم شي حاجه للوطن ديالو بدون تعليم جيد؟ تحياتي، ربي يحفظك. الاخوان والاخوات، نقول انه تل الدودي اللي قال ان المدرسه العموميه هي من اسباب ديال التراجع ولا ديال الغياب ديال الجوده ديال التعليم، نقول بالعكس ان المهدي المنجرة كان واضحا عندما قال لكي تستهدف معلما. المهم المهدي كاسابلانكا وحيد، مرحبا، انا اي واحد كيبغي يتدخل في اطار المقاطعه والحريه ديال. السلام عليكم. تحياتي اخني. ربي يحفظك، الله ينورك خاي المهدي. لا زلتم صامدون احنا وعلى مازال العهد باقون؟ مستمرين، مستمرون وعلى العهد باقون، مقاطعون وعلى العهد باقون، من اجل الحريه ديال المعتقل والحريه ديال الوطن. هذيك واضحة، هذيك هو جبتوا واحد الموضوع زوين وحساس، هي إشكالية التعليم في هذاك البلاد. شفتي البارح المسيرة ديال مراكش؟ ما علق عليها حتى شي إعلام لا ديال لا الأساتذة المتعاقدين. وهما أنا راه صورت البارح يا صاحبي، البارح عيطوا لي الدراري، عيطوا لي الرفاق من هنا من بروكسل، كيقول لي شعل 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 التلفازة تشوف دوزان، شحال الدوزام درت هكا، قبل لي ديك السحابة باها خاوية، وانا بنضحك. واحد الوقيتة مع انا جيت في الاخر كاع، واحد الوقيتة اش داروا؟ بلوكاو التلفازة على الساحة عامرة، داروا ساحة ديال العام اللي فات، داروا تصويرة ديال العام، وشديتها لهم عرفتي، جاب الله التليفون في يدي وانا دابا طرق، قلت لهم صافي هادي اللي بقات لكم. والبارح عرفتي شنو داروا؟ راه بارطاجيتها، راه دابا نصيفطها لك من بعد. شدوا التصاور ديال الدراري صغيورين، ديال دراري صغار 6 سنين 8 سنين 9 سنين، جابوهم من المدارس وحطوهم لقدام. راح دابا حاليا النظام في واحد الارتجاليه وفي واحد عدم اليقين. وعرفتي شنو هو الصعيب في هذه الحمله واللي زوين فيها؟ على انها ما عندهاش قائد. يعني النظام ما يقدرش يمشي يجبد واحد، هذيك اللعيبه ديال غيمشي يجبد واحد، كاين هنا واحد مغربي كل شيء، من اخر واحد هذا هو اللي فقير. اكدنا. نعطيك هذه النقطه، لانني قلت ان النقاد يعني النضال المفهوم ديالو التقليدي، ولا ما بقيناش كنعيشو ذاك العقل ديال الكاريزما او العقليه ديال القياده او العقليه ديال الشيخ والمريد. بالعكس، ان كاين واحد ارتفاع ديال المنسوب ديال الوعي، ولا كل شيء كيناضل من الموقع ديالو. هذا هو لا، حيت هو حاليا النظام في واحد الارتجاليه، راه ما عارفش اش غيدير. وراه شوفوا شتي هاد الضربه ديال الموازين، راه غادي تخلي الموازين ديالهم غادي تختل بواحد الطريقه لا تتصور. راه ضربتوا واحد ليماج، واحد ديال المغرب اللي منذ اعوام هو كيحاول يبنيها على ان لا، المغاربه هما شنو عايشين. كيقولوا؟ هما شنو كانوا كيقولوا؟ كانوا كيقولوا غتجي يعني غتجي موازين وغنهرسوا بها المقاطعه، لان المتعارف عليه في الثقافه الشعبيه، الممخزنه، انه الشعب المغربي تجمعه الغيطه وتفرقه الذروه. لكن ومن غير اشكال هذه المشروع، القضيه، هما والمشكل شتي دابا هذه القاعده طاحت، واحد القاعده اللي زوينه، اللي هذه ما مولفهاش المخزن في المغاربه، كيقول لك راه المغاربه دابا ينساو، راه دابا ينساو. راه شوف، راه حراك الريف تعاملوا معاه بنفس الطريقه ولمده شهور ولا 7 شهور، وهما كيتجاهلوا 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 حتى وصلنا لما لا يحمد عقباه. هما المقاربة الأمنية، المقاربه الامنيه، ودخلتوا وشديتوا ناس ما دايرين والو، وبغيتوا تحاكموهم بشي حوايج. وانا بصيفتي، وغادي نقولها لك بصيفتي جمهوري، وانا كنأكد للمخزن المغربي اللي مشى ادعى على ان ناصر الزفزافي والرفاق ديالو جمهوريين، راه
راه كيكذب على راسه وكيكذب على الشعب المغربي، وراه ماشي جمهوريين هذوك. وكانت من الحوايج اللي حنايا عقبنا عليهم علاش هذا الحراك الريف ما يطالبش بالجمهوريه كحل، وهما ماشي جمهوريين، وما تحاكموش ناس بشي حاجه اللي ما داروهاش، وما تحاكموش ناس باعتداء وتعداو عليهم، وهما رفعوا الرايه ديال الملك وطالبوا بالملكيه واحترموا الملكيه، وانتم كتكذبوا عليهم وما احترمتوهمش. ناهيك عن الاعتقالات اكثر من شهر الى شهرين داخل زنزانه انفراديه، هذه راه لا يقبلها العقل ولا يقبلها المنطق. وراه واخا يكون هذاك السيد شد الريف وجبد فيه القرطاس وقتل فيه 600 واحد، ما عندكش الحق تسكين زنزانه انفراديه. كلمه 22 تناهي التعذيب ديال المعتقل، ماده 22 لان المغرب مصادق واحد مجموعه، مصادق على مجموعه ديال المواثيق الدوليه، ومصادق كذلك يعني كنتكلموا هنا على الماده 22 تقول انه لا يحق باي وجه كان يعني التعذيب اي يعني اي معتقل او سجين، لا تعذيب معنوي ولا تعذيب كذلك مادي. وهذا اللي كنأكدوا ان المعتقل حتى هو عنده حقوق ديالو، عنده كما كنتكلموا انه من حقه يعني يتمتع بواحد مجموعه ديال الحوايج. وبغيت نرجع لواحد الاشكال اللي انا سمعت عليه واحد خونا في بروكسل البارح في الليل وما عطانيش المايك، وكتشوفنت وكون طلعت كنت غندمو. ياك انا ماشي ريفي ولا علاقه لي بالريف، انا كازاوي ولد كاز، يعني انا ما بلا ما يقولوا هذا ريفي وسط ريافه. خويا الا كان الريف هز الرايه ديال الريف، راه هولندا في كل جهه من الجهات ديالها عندها رايه ديالها، في بلجيكا كل جهه من الجهات عندها رايه ديالها، مثلا اسبانيا 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 كاينه الرايه ديال اسبانيا وكاينه الرايه ديال كاتالونيا ديال غايغوس ديال باسكوس ديال اندلسيا. بلا تسمح لي، و الا كانت الرايه هي اللي بقات في المغاربه باش معاون ما ساندوش الحراك ديال الريف، راهما رفعوا الشعار الرايه ديال المغرب في جراده وما تسوق لهم حتى واحد، وراه هو الرفاق ديال كازا هزوا الرايه ديال المغرب وراهم في السجون، والرفاق ديال بني ملال هزوا الرايه ديال المغرب وراهم في السجون. كفانا عبثا، وكفانا ما نبقاو نكذبوا على راسنا، وكفانا ما نبقاو ننافقوا على راسنا. وصل الان الوقت ديال ان المغاربه يا اما يكونوا رجال وياخذوا موقف وراه غادي يبطلوه المغرب، يا اما راه غادي نبقاو في هذا الشيء الى ما لا نهايه، ما دام النظام على ما هو عليه وما دامت هي الملكيه كما هي. لا تقولش ليا حنا غادي نتمتعوا بالحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه في ظل الملكيه الدستوريه، راه ما كيمكنش بلاد كيحكمها واحد وهو ما كاينش. سبب النقاش مثلا تكلم معك انايا، انا من المغرب كنتكلم وغنتكلم معك على النظام ديال اسبانيا. النظام ديال اسبانيا هو نظام برلماني ملكي برلماني، يعني كنتكلموا هنايا الراجل دختو ديال الملك ديال اسبانيا انياغي مانغارين تعطات له خمس سنين ديال الحبس وست شهور من اجل الغش وكذلك التهرب الضريبي والاختلاس، وكان يعني المحاكمه ديالو بطريقه اللي هي ديمقراطيه. اذا هنايا النقاش انا بالنسبه لي دائما النقاش ديال الطبيعه ديال الحكم، لا يهمني ملكي او يعني جمهوري بقدر ما يهمني يعني ان النظام يكون عادل. كنتكلموا مثلا كاين ملكيات داخل العالم اللي هما عادلين، كنتكلموا على اسبانيا. خويا نبيه خويا نبيه، حنا راه ماشي ولينا جمهوريين حيت فقنا الصباح وما لقينا ما يدار وقلنا واش غادي دير اليوم، ما كاين ما يدار ما كيدار، حنا غادي نطالبوا بجمهوريه لاننا وصلنا لحد طلبنا ملكيه برلمانيه. وكنت اشد من المدافعين وباقي عندي فيديو في يوتيوب، يا مات الوقيته اللي مات محسن فكري لغت ليه وباقي عندي فيديو ديالي في يوتيوب، وقلتها وقلت لهم حنا كنطالبوا من الملك حال الوقت لتطبيق الملكيه البرلمانيه وهذه. وجا في 2011 وطالبنا بالملكيه البرلمانيه، وملي طالبنا بالملكيه البرلمانيه تكالبوا علينا هذوك العدل والاحسان ياك، وتكالبوا علينا بقيه ديال المتاسلمين ديال شبيبه العداله والتنميه، وقلبوها وتعاطوا مع النظام وعطوهم في الاخر اليد وطلعوا الملكيه الدستوريه. وهذاك الدستور الممنوح وغنعاود نقولها، هو دستور ممنوح لا يفرق السلطات، لا يفرق لا يقرن ما يمكنش انت تحاسب واحد الشخص
اللي عنده حصانه انك ما تناقش الخطاب ديالو في البرلمان. اسمح لي، اين هي الديمقراطيه؟ راه ما يمكنش حنا. شوف 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 انا شوف انا من داخل المغرب اعتبر ان القداسه لله عز وجل، من حقي نناقش. شوف شوف انا من حقي نناقش اي كان داخل هذا الوطن الجارح، واعتبر ان القداسه لله عز وجل. واذا كنت يعني تفرجت الفيديو من البدايه قلت انه انا شوف انا ماشي انا ما عنديش خطاب اسلامي، باش ما يتحسبش ليا انني خطاب اسلامي او انه خطاب يساري او بلاكس، انني كنحاول انني نوفق بين الخطاب اليساري والخطاب الاسلامي في اطار ما يخدم المصلحه العامه ديال المواطن المغربي، لان في اخر المطاف يعني هو المهم هو انني نوصل الفكره للمواطن المغربي الحر، الشعب المغربي الحر. ملي كنرفع الشعار ديال عاش الريف وعاش جراده وعاش الزاكوره وعاش الشعب المغربي الحر، هذا يدخل في اطار تقديس ديال القيمه ديال الحريه. وقلت انه دائما فيما يخص يعني الحديث يعني على القداسه، قلت انه ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال بالوضوح: من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. او يعني كنتكلموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني: مات استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. وقال المرحوم المجاهد يعني كنتكلموا على محمد بن عبد الكريم الخطابي قال ان الحريه حق مشاع وغاصبها مجرم، وقال كذلك انه لا حل لا وسط في قضيه الحريه. اذا حنايا هنايا اشكال ديال التعريب واسلامه وهذا الشيء اللي ترى في ايام في السبعينات جات دارها الحسن الثاني باش يواجه الاشتراكيين في المغرب وباش يواجه اليساريين الراديكاليين في المغرب. شوف بالنسبه لليسار اول واحد ارتكب جرائم في حق الشعب المغربي هو اليسار. شوف كيحاسبك القوات الشعبيه علاش اول من خصص. شوف اولا شوف لاننا احنا كنعيشوا المرحله الثانيه يعني في اطار يعني واحد التنفيذ واحد مجموعه ديال الاملاءات ديال صندوق النقد الدولي، كذلك كنتكلموا على المنظمه العالميه التجاريه في اطار العولمه او موديليزاسيون. نحن نعيش المرحله ديال التقشف بعد المرور من يعني من الخوصصه، لان الخوصصه خوصوا التعليم خوصوا الصحه شكون اللي خوصها؟ اتحاد اشتراكي القوات الشعبيه. علاش؟ لان هاد الناس هادو في 1997 ملي طلعوا كان تما فتح الله العلو، كان تما عبد الرحمن اليوسفي، كان واحد مجموعه ديال الناس اللي كانوا كيهرسوا الطبالي داخل البرلمان وكيقول لك حنا باغيين، كانوا كيقولوا مش كان كيقولوا باغيين ملكيه برلمانيه. وكان النقاش ديال الملك يسود ولا يحكم في اطار يعني انه يكون عندنا مثلا ملكيه اللي هي بحال اسبانيا، لانني ملي تكلمت على اسبانيا فيليبي السادس ديال اسبانيا اعتقل يعني الرجل دختو يعني اختو كريستينا، ورا بنته راه هي في المحاكمه، كريستينا بيده، ولكن هي ما تمش الادانه ديالها، تم الادانه ديال اللاعب ديال الهوند اللي هو انياكي مانغارين. حنا كنتكلموا هنايا يعني متبعين يعني هذا الشيء هذا، ولكن كنقولوا انني بالنسبه لي شخصيا ماشي انني كنناقش يعني النظام يعني ماشي بالطبيعه ديال الحكم ديالو، وانما كنناقش النظام يعني في العداله ديالو. لان الفيلسوف الفرنسي عندما قال انه التعاقد بين الحاكم والمحكوم يكون على اساس الحريه والمساواه والعدل، هذه هي ثلاثه ديال الحوايج. واذا كان عندنا ما يمكنش حنا ناخذوا هذا النظام في المغرب ياك في ظل واحد النظام اللي كيحكم فيه واحد، هذا الشيء راه امبوسيبل، هذا راه لا يدخل العقل صاحبي. راه ما يمكنش برلمان اللي ما يقدرش يناقش اي حاجه، علاش ما كيناقشوش الصناديق السوداء ديال الوزارات اللي عندهم السياده وزيد البرلمان واش عباد الله الناس عندها مشكل ديال المقاطعه، والناس عندها مشكل ديال الريف وديال جراده، والناس متضاربين تما كيناقشوا اش كيناقشوا، والمونديال الناس ملاهيه مع المونديال وهما كيناقشوا تما النظام المعاشي والتقاعد ديال البرلماني والبرلمانيه. علاش؟ مع العلم اننا ولكن علاش؟ حنا راه مزيان نشخصوا الوضع، ولكن خصنا نعرفوا علاش باش نناضلوه باش نعالجوه. راه ماشي الاشكال انك تشخص الوضع، التشخيص حنا درناه، المغاربه داروا التشخيص، وصلوا على ان لا برلمان لا حكومه. موازين القوى، شوف موازين القوى هو ان الدور اللي كنقوموا به ديال التاطير وديال التوعيه وديال التحسيس ماشي يعني الجميع، يعني الشباب اللي عندهم غير على هذا الوطن الجارح
كيعطي لنا انه من دائما يعني هو اللي عطى هذه النتيجه اللي كاينه على ارض الواقع، لاننا هنا ماشي كان يعني كنتجوا اللغه او كنديروا الخطابه، وانما هنايا حنا كنشخصوا واحد الوضع اللي هو مزري لا يمكن الحديث على مهرجان يعني تحت الاسراف ديال الاماره ديال المؤمنين، من الناحيه الدينيه ولا من الناحيه الاقتصاديه ولا من اي ناحيه لا يمكن الحديث على مهرجان اللي صراحه يعني امراه كتولد في الكولوار و70 مليار يعني كتفضر على مليار. المهرجان، وكذلك نتكلموا لا يمكن الحديث على الدوزيم وعلى الاولى بهذه الطريقه البشعه اللي كتعامل مع المواطن المغربي باستغباء، وكتعامل مع المواطن المغربي يعني بواحد الطريقه اللي هي ما كتحترموش. واش عباد لا، الله والاكفى من ذلك والاكثر من ذلك على ان المغربي هو اللي كيخلص في الفاتوره ديال الماء والكهرباء باش هذيك دوزام والرباط الرياضيه وداك الشيء تبقى واقفه كيف ما هي دابا. لهذا احنا نطالب الشعب المغربي بمقاطعه الدوزيم الاولى وجميع يعني القنوات. لا، هي المقاطعه راه مزيانه، لو كان كل مغربي ما يبقاش يمشي يخلص الموضوع، ياخذ الكونت بونكر ويدير فيرمون، وملي يدير الفيرمون يحيد منه هذيك 8 دراهم و50 اللي عنده في الفاتوره ديالو ديال الماء والكهرباء، يحيد هذيك 8 دراهم و50 ويدير الفيرمون بهذاك الثمن، وملي يعيطوا له يقول لي لا انا ما نخلصش الرباط ودوزام انا مقاطعه. هادي انا ما كنتفرجهاش اصلا، ما كنتفرجهاش. لا، ما انت ما كتفرجهاش وانا ما كنتفرجهاش، راه بزاف راه ما كاينش. هذا نقاش خصو يتطور من اجل اننا نوصلوا لهذه الفكره هذه، حيت حاليا هادو التلفازات ديال الضلال اللي كيخدموا واحد النظام وكيخدموا واحد لو سيستيم في المغرب، حان الوقت باش المغاربه يقولوا ستوب. حان الوقت الا بغينا نقرنوا المسؤوليه بالمحاسبه وبغينا نقيموا نفرقوا الصولات، وكل واحد نقولوا ليه ها انت شكون، ها الصولات ديالك، ها شنو يمكن دير، والا ما درتيش غنحاسبوك. اما دابا راه غادي تدوي مع بن كيران، غدوي مع العثماني، غدوي مع من ما بغيتي في هذوك الوزاره، غيخسروا عليك كلمه واحده، غيخسروا عليك كلمه واحده. خويا نبيل اقول لك جات من الفوق، انا بغيت نعرف هذا الفوق شكون هو. شوف باش نقول باش نكونوا النقاش ديال الفوق، حاليا كاين ازمه ديال الوساطات داخل المغرب. انا كنتكلم معك من داخل المغرب، يعني راه خصك تعرفني انا كنتكلم من داخل المغرب، وعوض ان البعض يعني يحيي يقول نبي بن عيسى كيتدخل يعني من داخل المغرب وكيحاول انه يرفع النقاش ويتكلم بكل حرقه وبكل مصداقيه، البعض كيقول لك علاش ما اعتقلوش نبي بن عيسى، مع العلم انني ما كنقول حتى شي واحد يعني خرج للشارع، ما عمري صيفطت شي واحد للحبس، ما عمري يعني صراحه يعني بالعكس انني 38 سنه هذا الشيء اللي كندير راه اذا كان شي مشكل غادي يطرى لي ليا، لان هذا المباشر. وانا خويا نبيل انا البارح ثلاث ايام وواحد المرسيدس هنا قدام داري هنا في بروكسل تابعاني صافي 3 جور، والنظام المغربي تابعني هنا في بلجيكا، وهاي داري وثلاثه ديال الناس تابعيني في الطوموبيل، وصورت الطوموبيل وصورت الناس اللي تابعيني ثلاث ايام وهما واقفين. غنوريك البلاصه فين كانوا واقفين، دابا غنوريها لك، ها هي كانوا واقفين في هذيك الجهه، ها فين كاينه الطوموبيله هذه، كانوا واقفين تما 3 جور والطوموبيل واقفه. غير باش نقول لك حنا ربي يحفظك الله ينورك، حنا اللي في بلجيكا راه ماشي هما ناعسين، راه حنا حنا هنا متبوعين، داكشي اللي كتعانيو منه راه الاخ الميريكان حلوا ليه الرويد ديال الطوموبيله وكانوا غيقتلوه في لوطوروت. المهم تحياتي للاخ، كنحييك على المداخله ديالك، شخصيا اعتبر تحياتي لكم. كل واحد يعني حر في القناعه ديالو. الاخ من الدار البيضاء كيقول لكم انه يعني الحراك ديال الريف ليس حراك جمهوري، وكيقول ان الاخوان ديالنا ديال المنطقه ديال الريف اخوان ديالنا ابرياء، وكاين كيطالب اطلاق الصراح ديالهم. انا راه قلتها لك، قلت لك انا من قلب الجمهوريين وكنعرفهم كاملين تقريبا، لا علاقه لحراك الريف بالمطالبه بجمهوريه. يعني اذا كانوا باغيين يحاكموا هذوك الناس على اساس جمهوريه، حيت قريتها في الجورنال البارح والجرائد المغربيه، هذوك الجرائد المشريه بغاو يتهموا هذوك الناس. الخطاب ديال الجمهوريه هو كان واحد البلاغ المشؤوم ديال 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 6 ديال الاحزاب المغربيه اللي هي العداله والتنميه. راه وكيل الملك قالها في المحاكمه، وراه وكيل الملك قالها في المحاكمه، راه وكيل الملك بغى يتابعه. المقاربه الامنيه باش نهجات الدوله المغربيه داخل منطقه ديال الريف بنات على واحد البلاغ ديال 6 ديال الاحزاب اللي اعتبروا ان الحراك ديال الريف كيخدم اجندات خارجيه، باش نكون واضحين.
وهاد الاحزاب هما الاتحاد الشراكي، التقدم الشراكي، العداله والتنميه، الحركه الشعبيه، التجمع الوطني الاحرار، الاحرار و... 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 والشراكيه، هذاك التقدم الشراكيه، التقدم الشراكيه. اه المهم هادو احزاب اللي صراحه يعني هما اللي داروا هذا المشكل. المهم الاخر ربي يحفظك، الله ينورك. تحياتي لكم، وانا جيت غير باش نبرع هذوك الناس باش ما يقولش على انهم جمهوريين، ولا بغاو الجمهوريين نقول لهم احنا هنا، يقول لهم يجيو عندنا. تحياتي لكم، وعاش الريف ولا عاش من خانه، وليسقط النظام الهلكي الفاسد. شكرا لكم. المهم الاخوان، كانت مداخله من اوروبا لواحد الشاب اللي هو من شاب جمهوري كيعبر على القناعه ديالو، قال بالوضوح انه كيعتبر ان الاخوان ديال المنطقه ديال الريف لا علاقه بالجمهوريه من داخل مدينه المدية. نقول انه الحريه المعتقلين ديال المنطقه ديال الريف، كذلك كنا كنقولوا دائما اننا غنبقاو متشبتين بالحريه ديال المعتقل ومتشبتين بالمقاطعه. عاش الريف وعاش الزراده، عاش الجزائر وعاش الشعب المغربي الحر. تحياتي، الله ينوركم، الله يحفظكم، ان شاء الله غدا ولا بالليل نتلاقاو. المهم المقاطعه كما كنقول لكم ناجحه ان شاء الله، المقاطعه ديال الشعب، المقاطعه ديال الاحرار والحرائر، المقاطعه ديال جميع الطبقات ديال الشعب المغربي، من الاغنياء بالفقراء بالطبقه الوسطى، كاملين المقاطعين، من اجل صراحه المغرب ديال الجميع، من اجل الوطن، حريه تسعير الجميع، من اجل الحريه ديال المعتقل من داخل مدينه مدياق. نتمنى من الله انه تزيد تستمر المقاطعه، مهرجان الموازين سنترال سيدهم علي إفريقيا، وبيحفظكم مقاطعون وعلى العهد باقون. نتمنى الحرية المعتقلين.